السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. مع فيديو جديد، مع نهار جديد. المهم بديت معكم البنات الفيديو من صلاه الضحى. بغيت نقول لكم البنات، واضبوا على الصلاه ديال الضحى، راهي صراحه زوينه بزاف. يعني كتحسي براسك بانك كتقربي من الله اكثر. ويا ربي يا ربي يا ربي تثبتنا، يا ربي يا ربي تثبتنا على الصلاة ديالنا. وبغيتكم حتى نتوما تنوضوا تتوضوا وتصلي واحد جوج ركعات. المهم البنات، ملي تنكمل الصلاة ديالي، الدعاء اللي تنقولوا يعني ولا الاذكار اللي كنقولهم، تنقول سبحان الله سبحان الله. المهم نقول سبحان الله 10 المرات، والحمد لله 10 المرات، والله اكبر 10 المرات، سبحان الله والحمد لله والله اكبر 10 المرات، كل وحده 10 10 10. المهم ومن بعد كتدعي باي دعاء بغيتي، باي دعاء يعني في الدنيا وفي الاخره، اي حاجه بغيتي. المهم الدعاء اللي تنقول انا من بعد يعني ما كنصلي، تنقول اللهم اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والدعاء واحد اخر تنقولوا، الدعاء الثاني اللي تنقول اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء همومنا واحزاننا يا ارحم الراحمين. وعاد الدعاء ديال اللهم اغفر لي ولوالدينا ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات يا ارحم الراحمين. المهم هذو اللي كنقولهم. ومن بعد كتقراي ايه الكرسي، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني كتقولوا كتدعيوا في السجود ديالكم، تدعيوا باي حاجه بغيتوا، اي حاجه كتطلبوا الله سبحانه وتعالى، اللهم اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ولا كتدعيوا مع الوالدين ديالكم، يعني يا ربي تحفظهم، يا ربي تغفر ليهم. يعني هاد جميع الدعاء كندعيوا مع، يعني ماشي مع راسنا حنايا، اللهم اتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدينا ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. يعني كدعي معك مع جميع الناس. المهم هادشي اللي كاين البنات، نتمنى يعني تستافدوا معايا هكا، وشكرا لكم بزاف. ونوضوا دابا ان شاء الله نكملوا الفيديو ديالنا. وهنا البنات، كانت واحد السيده ولا الصديقه ديالي كانت سولاتني هكا على الكتاب اللي وريتكم هذيك المره. يعني هذا الكتاب هذا سميتو الفقه المالكي، الفقه المالكي هو اللي كنا قلت لكم. المهم البنات قلت لكم غادي نقول لكم واحد الطريقه باش ان شاء الله غادي تحفظوا هكا القران الكريم وتتبعوا، يعني تحفظوه بالقواعد. واخا صراحه انا اختكم واخا دارت القواعد السنه الاولى والسنه الثانيه، ولكن بعض المرات مازال كنغلط في شي حوايج. المهم بغيت نقول لكم البنات، بغيتو تشدوا القواعد غادي تيليشارجيو سوره البقره ولا قران كامل بروايه ورش القزابري، يعني الشيخ القزابري، غادي تصنتوا ليه. الصراحه هو كيقرا بالتمعن وغير بشويه، وكتسمعوا ليه النطق ديالو، يعني ملي تخرج هذوك الغنه ملي تخرج وهادي وهادي. المهم هاد الطريقه هذه البنات غير تيليشارجيوها ان شاء الله. انايا عندي في التليفون تيليشارجيت سوره البقره، يعني ماشي غير سوره البقره، تيليشارجيهم كامل يعني 60 حزب. المهم انا يا سوره البقره البنات راه قلت لكم راه حفظتها والحمد لله، ولكن مازال كتنسى البنات، سوره البقره كتنسى بزاف. نصيحه واحده اللي غادي نقولها لكم، ضروري تحفظوا بالقواعد. لما حفظتوش الايه بالقواعد راه تبقى ديما عندكم مشكله ديال القواعد.
الايه نحفظوها بالقواعد، واخا انا اختكم قلتها لكم راه انا تنغلط القواعد، واخا دايره السنه الاولى والسنه الثانيه مازال ما بغاوش يتشدوا ليا. وبغيت كندير لكم هكا هاد النصائح هادو نقولها لكم. صراحة القرآن الكريم ضروري 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 غادي نقراوه ورتيل القرآن ترتيلا، يعني غادي مغاديش نبقاو غير نقراوه هكاك، حيت كاين شي كلمات تقدري تبدلي ليهم المعنى بلا ما تشعري. الا ما قريتيهمش بالقواعد ديالهم كيفاش تقرا تقدري تبدلي ليها المعنى ديالها. هادشي اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله البنات غادي نبقى نطيبكم بهذه الكلمه بهذه الكلمه حتى غتشدوا وتكتبوا لي في لي كومونتير، قولوا لي اختي توريه صافي بركه راه عرفناها راه ولينا كنديروها. ديما فين ما تكونوا دايرين جالسين ما تخليوش الشيطان يجي عندكم، ما تخليوش الشيطان يسد لكم فمكم، وما تذكروش الله سبحانه وتعالى. ديما ديما انا كتوقع عليا بعض المرات البنات، باش ما نقولش لكم انا ما كتوقعش ليا، انا كنقول لكم اللي كنحس به انا اللي كنشعر به انا. مهم بعض المرات تنكون هكا جالسه تنقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بعض المرات كنحس براسي سكت بلا ما نشعر، تنقول عاوتاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني حاولوا البنات، واخا بعض المرات هكا يعني الشيطان تيجي تيسكتك بلا ما تحسي، وكتبقاي هكا تعودي عليها ان شاء الله فين ما سبحان الله كتولي عندك بحال الادمان، تتكوني غاديه تتكوني غاديه هكا في الزنق. انا كنقول لكم اللي كنمر به انا اللي كنحس به انا، تتكوني غاده هكا في الزنقه، تتكوني غاده يعني ما كتذكري الله ما حتى شي حاجه، وشي حاجه كتجي عندك العقل ديالك تقول لك راه نسيتي، يعني وعاد كتوقعي سبحان الله كتذكري الله سبحان الله، كتكون غادي نجيبو الولدي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وانا كنجمع في الحسنات، وانا كنزيد نتقل الميزان ديال الحسنات والحمد لله والشكر لله. ديروا هاد المبادره هادي، حنا بغينا البنات ما بغيناش نبقاو نتنافسوا على الروتينات ونتنافسوا على الشقاء ونتنافسوا على فلذلك فليتنافس المتنافسون، يعني نتنافسوا على شي حاجه ديال القران، شي حاجه شفت هذيك الاخت القناه ديالها دايره فيها كتهضر على الاحاديث ولا كتهضر على هذه، انا ندير بحالها، ماشي نمشي غادي نشوف وحده كدير روتيني اليومي نمشي ندير انا روتيني اليومي بحالها. يعني نتنافسوا شي حاجه اللي تنفعنا في ديننا اللي تنفعنا في الاخره ديالنا، هادشي اللي بغينا. يعني حتى شي حاجه الصراحه انا هذا الهدف ديالي من هذه القناه، ما نقولش لكم ما بغيتش الفلوس، انا الهدف ديالي من هذه القناه هو الربح المال من هذه القناه، وفي نفس الوقت نعطي واحد الرساله للبنات، نعطي واحد الرساله، ندير واحد حتى انا نحط واحد البصمه في الدين ديالنا. قال لك غير واحد شويه غادي تعطيه يعني الناس ويستافدوا منه او يذكروك به، راه احسن ليا الف الف درجه من شي حاجه اخرى. يعني باش الصراحه البنات انا هادشي الهدف ديالي هو نوعي بزاف ديال الناس، يعني هذاك الشيء اللي كنمر به اللي كنمر به انا ولا اللي كان اللي كيمروا به بزاف ديال الزوجات اللي كيكونوا جالسين في المنزل ديالهم، يعني ما كيخرجوش يخدموا يذكروا الله، يعني ما عندهم ما يديروا يبقاو يذكروا. حتى الناس اللي يعني العيالات اللي خدامين حتى هما راه يذكروا الله، هما جالسين في البيرو ديالهم ولا شي حاجه ما يبقاوش غير جالسين وصافي في هذاك الوقت اللي تيكون عندهم يعني خاوي، يذكروا فيه الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش اختكم من لايك ديالكم والدعوات ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف البنات. مهم ديما تنقول لكم لي لايك البنات، والله العظيم مش هذا نقول لكم، راه كيجيك احباط البنات والله الا احباط، يعني كتحطي شي حاجه اللي يستافدوا منها عباد الله وما كيبغيوش الاستفاده، ما كيبغيوش الناس تشاركي معاهم تذكريهم بالله سبحانه وتعالى
وتقولي لهم منين تكونوا في الدار تبقاو تذكروا الله، هما تيبغيو شي حاجه اخرى ما عرفتش. المهم كاينين شي قنوات اللي تيديروا الحماق الحماق، تصوري تصوروا البنات، قلت لهم تصوروا تصوروا البنات واحد القناه، وحق الله العظيم اش غادي نقول لكم، بقيت غير كنشوف كنقول سبحان الله. واحد القناه دارت الزوجه ديالو دارت راسها حمقى حمقى دايره قرينات وطلعت للسطح وجالسه كتصور راسها بواحد الحاله. علاش؟ واش الحماق تيجيب الفلوس؟ يعني بهذاك الحماق ديالو يعني دارت راسها حمقى غادي تجيب الفلوس، يعني باش تشوه راسها تجيب الفلوس. انا حنا ما بغيناش هكاك. وعاد ومازال القناه ديالها طالعه، يعني بالحماق قناه كتطلع، بلا حماق قناه ما تطلعش. يعني ندير راسي انا حمقى هبيله، انا نشد هذا وندير ليه قرينات وندير راسي حمقى؟ ولا حنا بغينا شي حاجه نستافدوا منها، بغينا شي حاجه اللي يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، ماشي شي حاجه تفاهه. انا هذاك النوع ديال الفيديوهات كنسميهم تفاهه تفاهه. وكاينين وحدين عاوتاني كيحنيو كيخليو الراجل حتى كينعس كيحنيو ليه، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي اللي كان والله. اما صراحه القنوات اللي فيهم التفاهه كيطلعوا، اللي ما فيهمش التفاهه ما كيطلعوش. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات. هنايا قلت لكم هذا البنات ما بغيتش نفرط فيه، عرف شو علاش هذا القران هذا اللي غلفته بهاد الغلاف هذا؟ صراحه عزيز عليا بزاف بزاف، واخا هانتوما راه ولدي كنقطعوا ليا وعزيز عليا بزاف، ما بغيتش نفرط فيه. وفيه القواعد، هانتوما البنات راه فيه القواعد. هانتوما كاين ناتي، هانتوما هنايا دابا غادي يبان لكم بالمقلوب. شوفوا هنا هذه علامه حمراء وكيكون فيها هنايا كيوريكم هنايا الغنه والاخفاء والادغام هنايا في هذه البلاصه هذه، فهاد البلاصه هادي، وتيوريوكم اللون الاحمر شنو كيعني واللون الخضر شنو كيعني واللون المهم كيوريوكم هنايا. هنايا بحال هاد هنا غادي نديرو الغنه. المهم كيعطيوكم هنا بزاف البنات، هنايا كيعطيوكم هنايا كيساعدوكم هاد القران. والحمد لله والشكر ان شاء الله. ولا صدقات معايا غادي نقول لكم جربوها ان شاء الله. المهم غادي هاكا نمسح، بقات ليا غير حبه البنات ما كنعرفش كيفاش. وهنايا هانتوما راه جبت هنا هنا درت الدجاج درتو هنايا باش يطلق صدر ديال الدجاج. هاكا ندير واحد هاكا خبيزات للاخر العشاء. المهم غادي تشوفوا معايا غادي ان شاء الله نمسح وسط الدار. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هنا البنات صافي انتم راه يعني جمعت الصلاة. هنايا البنات راه صوبت هنايا الحبق درتو هنايا، ما كيطرد ليا هذاك الناموس. ما انتم راه درتو هنايا صراحة ريحته واعره واعره واعره. المهم هكا. وهنايا نتوما راه يعني شطبت من تحت هكا حيت كيطيحوا بزاف الدراري صغار كيطيحوا ليا. هنايا البنات راه دايره غير التمر تماك، هنا بيت الناس هي مجموعه. هنايا هذه ضروري تكون مرونه، واخا كنجمعها راه كتكون. هانتوما غير جاوا هانتوما البنات، هانتوما الحوايج في الارض، ولكن غيرونوا ليا غير بلاصه وحده ماشي مشكل. وانتم البنات انتم معايا. هنا
البنات صافي وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وما تبخلوش عليا من لايك ديالكم، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في امان الله.